عاشق 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 بس تعد سكون. امتى يا صوتي يكون لك صوت؟ امتى يا صوتي يا صوتي يا صوتي يكون لك صوت؟ متحرر ولا مقصود. بيني وبينك سور ورا سور، لا انا متحرر ولا مقصود. لا انت معايا ولا انت بعيدة، لا انت حزينة ولا انت سعيدة. يا معلمة قلبي التنهيدة من ايام وسنين وشهور. بس تعبت سكوت، انت يا صوتي يكون لك صوت. عاشق بس تعبت سكوت، انت يا صوتي يكون لك صوت. انت يا قلبي تعدي حدودها وازرع على شباكي ورودها. امتى يا قلبي تعدي حدودها وازرع على شباكي ورودها؟ من حبات الندى والنور، من حبات الندى والنور. بيني وبينك سور ورا سور. خيالي وعقلي انا مجنون ولا تهيألي؟ انت ملكتي خيالي وعقلي انا مجنون ولا تهيألي؟ عمري ما قلت الاه غير ليكي، ولا حيكون لي حياة غير بيكي. عمري ما قلت الاه غير ليكي، ولا حيكون لي حياة غير بيكي. راسم صورتك على شبابيكي وعلى جناح قلبي المكسور. بيني وبينك سور ورا سور، بيني وبينك سور ورا سور ورا سور ورا سور.
انتوا كده تتمسكنوا لحد ما تتمكنوا. تتمكنوا وانا هتمكن من ايه بقى يا سعال؟ من قلبي الهام، خليتيني احبك، بموت فيك، بعشقك بعشقك. طب واخرتها يا علي؟ وبعدين بقى هي لسه بتزن في ودانك؟ سلم ابن عمي غني ووارث وكل يوم والتاني هدايا، وماما مبسوطه منه. وانتي؟ انا بحبك يا علي. اسمع يا علي. يا عيون علي، انا عندي وديعه في البنك هفكها وانت تتصرف فيها، بس تنجيني من سلامه ومن الحاح ماما. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انا مد ايدي على فلوسك، ده انا زودهم لك يا عبيطه. يا علي يا حبيبي، مفيش فرق بيني وبينك، بموت فيك يا مجنونه. شالوا دفتر الحضور والانصراف وقالوا لي انه عند سيادتك. وانت جاي متاخر ليه؟ اصلي ما نمتش طول الليل. وما نمتش ليه؟ مش بايدي. وانا كمان مش بايدي. انت غياب بدون اذن ومتحول للشؤون القانونيه يا افندي. ممكن اعمله اجازه؟ ما عندكش ولا يوم عرضه. طيب اعتياديه؟ الاعتياديه لازم تتقدم قبلها بيوم، ده اولا. طب وثانيا؟ ثانيا انا اوافق او لا اوافق، المساله مش فوضى. الله يرحم زمان وايام زمان لما كان الموظف يخش على مديره وهو لابس الطربوش وحطه على دماغه بزاويه 90، ويقف قدامه وهو مزرر الجاكيته وحاطط وشه في الارض، اتفضل يا استاذ مع السلامه. انت ايه حكايتك النهارده؟ انت مش مركز خالص في اللعب. على فكره انا كده ممكن اغلبك. انا زعلان من نفسي يا وحسني، مش واخد حق في الدنيا دي. لغايه امتى هنلعب الدور ب10 جنيه نكسب 10 ونخسر 10؟ انا عايز اخش بقى على اللعب الكبير ونلعب بالارانب. اللي معاه فلوس في الزمن ده يسوى كتير قوي، واللي معهوش ما يسواش. ما تلم نفسك يا اخي بقى واتجوز وعيش على قدك، الناس كلها عملت كده. الجواز والحب ده اللي زيك، انما انا جواز من غير فلوس يجيبني لورا. الفلوس يا صاحبي تعمل حب، لكن عمر الحب ما يعمل فلوس. العب. يا صباح الفل، يا صباح الجمال. ايه القمر ده؟ ايه الشياكه دي؟ المحل نور. وحشتني وحشتني قوي يا علي. وانت كمان يا عيوني. صدقي وتامني بالله، لا اله الا الله، طول الليل وانت في بالي افتكرته حقيقه، لكن للاسف طلع حلم. بقول لك ايه، صاحب المحل واخد باله مننا. ها هتاخدي ايه النهارده؟ اللي يعجبك، انا جايه عشان اشوفك. وانا كمان يا حبيبتي مستنيكي. اما بقى النهارده محضر لك 3 موديلات لسه جايين من المطار حالا. اشوفهم يعني؟ هيعجبوكي قوي. يا ريت. ايه رايك يا روحي؟ ايه رايك في الموديل ده؟ لون اورانج ما حصل. يجنن فعلا. انت ماشيه كده تكتك. جميل قوي قوي. وايه بقى رايك في اللون الفسفوري ده؟ بص الله، يجنن فريش كده يهبل. وريني يا حبيبي. الله حلو. ها حلو قوي قوي. يبقى فستان صحراء يجنن. اشوف ده بقى نفسي تلبسيه وانت سهرانه معايا. ايه رايك؟ بصي ترا تي تا 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 تا. وايديا ايه؟ ايوه يجنن حلو قوي قوي يا علي. وهنسهر بيه امتى ان شاء الله؟ بكره.
بكره باذن الله. طب حضر لي الشيك، انا هاخدهم كلهم. نورت المحل يا هانم، نورت المحل. عبد تعالى عبي يا ابني. يبقى المجموع 2300. خد يا ستي، ادي 2000 وخلي الباقي علشانك. ميرسي. عبد الله وصل الهانم. ما تنساش. لا طبعا مش هنسى. لا يا ماما، انا مش ممكن اتجوز اللي اسمه سلامه ده. ألف غيرك يتمنوه. خليهم يتهنوا بيه. وما تتجوزيهوش ليه؟ يا ماما ده عبيط وتخين كمان. انت اللي عبيطه ومش عارفه مصلحتك، هو تخن عيب؟ هو انا كنت شفت ابوكي قبل الجواز؟ يا ماما ما بحبوش، ما بستظرفوش، دمه تقيل على قلبي. الحب الحقيقي بيجي بعد الجواز. للدرجات دي انا بقيت حمل تقيل عليك يا امي؟ هي ايه الحكايه؟ انت عايزه تخلصي مني ولا ايه؟ انت عبيطه ولا ايه؟ مش عايزه تتجوزي لي؟ هو في حد تاني في حياتك؟ ده ازيك يا حبيبتي، وحشتيني. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا قلت اتعلم البلياردو يمكن اغلبك. هو انت لسه هتغلبيني؟ ما انت غلباني في كل حاجه. انا بيتهيألي محدش يقدر يغلب علي غير علي نفسه. ما هو انت نفسي وروحي وكل حياتي. طب ايه رايك بقى؟ انا عازمك على حته غدوه تجنن. انت بنت حلال، انا كمان عاوزك في موضوع مهم قوي. يلا بينا. يلا بينا. الحب بيجي في حياة الإنسان مرة واحدة، وإن ما لحقوش يفضل ندمان عليه طول العمر. صح صح يا علي، بس أنت ملاوح وأنا الحق عليا اللي بسمع كلامك. أنا لو عليا أتجوزك دلوقتي يا حبيبتي. يا سلام، طب وإيه اللي حايشك؟ ما أنت عارفة إن أنا راجل على قدي. الفلوس مش كل حاجة يا علي. أنت بتقولي كده عشان معاكي. أنت بتعقدها ليه؟ الراجل اللي أنا شغال معاه عارض المحل بتاعه للبيع، والظاهر مزنوق في الفلوس. طب وإحنا مالنا ومال المحل؟ مالنا إيه يا حبيبتي؟ ده مالنا ونص. أنت عارفة لما أشتري أنا المحل أنا هعرف أشغله، والفلوس تجري في إيدينا وأبقى أنا عالي بيه اللي يستهلك. طب قولي صاحب المحل ده عايز فيه كام؟ حبيبتي إلهام، لا تغضبي من كلمة حبيبتي، فأنت فعلا حبيبتي. أنت الدم الذي يسري في شرايين قلبي. لا حياة لي بعدك. رأيتك في الحديقة مع المدعو علي. أنا أخاف عليك، إنه إنسان غشاش يبيع كل شيء حتى نفسه من أجل مصلحته. لن تجدي من يحبك مثلي أنا. عفيفي، thank you.
لفت البلد كلها حتة حتة، بس مع الأسف ما لقيتش طربوش. طربوش؟ طربوش إيه؟ مش حضرتك قلت لي أيام زمان يعني؟ عملت تقرير الحسابات. أيوة فندم، اتفضل. إيه ده؟ ده تقرير الحسابات يا فندم. هو تقرير الحسابات بيترسم عليه وردة وقلب وينكتب عليه عفيفي وإلهام؟ أنت بتحول الشؤون القانونية يا أستاذ. أنا هعلمك إزاي تحترم أكل عيشك، وقبل ما تحترم أكل عيشك هعلمك إزاي تحترمني أنا. اتفضل يا أستاذ، روح شوف شغلك، اطلع بره. احب الضحك حتى لو من غير سبب. مرات عمي، امال فين العروسه عشان اوريها هديتها؟ العروسه بتعمل لك قهوه. قهوه؟ بلاش بلاش يا مرات عمي، بخاف من قهوتها. المره اللي فاتت دلقيت عليها والمره اللي قبلها كمان. القهوه ده للقهوه خير يا اخي. خير. عموما اطمني يا مرات عمي، الهام دي هتكون في عينيا الاثنين. هكتب لها كل اللي ورثته عن ابويا وامي. يعني انتوا خلاص بقيتوا اهلي وعيلتي، هو انا ليا مين غيركم؟ الهام بنت عمك ومش هتتجوز غيرك، طمن. يا ريت يا مرات عمي، يا ريت. انا عايزه النهارده قبل بكره، احنا اهل. انا عايزاكوا تيجوا تسكنوا معايا عشان ما ابقاش لوحدي. ده يبقى اسعد يوم في حياتي. القهوه. تعالي شوف الهديه بتاعتك. لا حطيها هنا، حطيها هنا على الترابيزه. ايوه لا على الترابيزه، انا بحبها بارده. خليها هنا. بلاش بلاش، ما انا قلت لك يا مرات عمي بلاها قهوه. معلش ما تزعلش. يا حبيبي انا مش زعلان، البدله هي اللي زعلانه. الله يجازي المكواجي لما عرف ان انا جاي لكم هنا نقع عليا، قال لي ما تتاخرش انا مستنيك. عنزك يا مرات عمي، عنزك يا الهام الحق المكواجي. انا فاهمه تصرفاتك العيالي دي، لكن برضه ولا هتتجوزي. أنا عملت حاجة غلط؟ إزاي يا أفندي يا غير محترم تفكر مجرد تفكير إنك تتجوز بنتي؟ هو أنا عشان سبتك تقعد في الأوضة اللي فوق الجراج خلاص بقينا جيران وبقيت من مستوانا؟ بالراحة عليا يا استهاني، أنا موظف محترم وعلى الدرجة التالتة الكتابية. كتابية إيه وزفت إيه؟ أنت عايز تتجوزها وتسكنها في السطح اللي أنت عايش فيه؟ يا استهاني أنا بحب إلهام وأنا اللي أقدر أسعدها. ما تجيبش الكلمة دي على لسانك، أنت تروح تتعالج، تشوف لك مصحة أمراض عقلية. لولا أبوك قعد عندنا 30 سنة وكان راجل طيب، أنا ما كنتش قعدتك هنا دقيقة واحدة. لا أرجوكي إلا الشباك، ده حياتي.
قصدي الأوضة. مع السلامة. عشان تشوفي بتطمعي فيك اللي يسوى ولا ما يسواش. ماله سلامة بقى؟ صفية هانم ازيها دلوقتي؟ الحمد لله ماما كويسة. دايما بخير ان شاء الله. بلغيها سلامي واحترامي، المرحوم والدي كان من اعز اصدقائي. طب اسيبكم انتوا مع بعض بقى يا شباب واروح الحق الحصة الثانية. باي باي بابا. مع السلامة. الله يسلمك. اللي يشوفك كده يقول راجعة من جنازة مش قاعدة فيها عريس. حسيت ان انا مخنوقة منه، قلت اجي افضفضلك. قد كده دمه تقيل؟ سم عمل. وعلي الصناديقي اللي دمه زي العسل على قلبك. بحبه يا فاطمه، بحبه، نفسي اعيش معاه العمر كله. فضيها سيره وخدي اللي شريكي وعيش من غير حب. ده انا كنت اموت. ساكت ليه؟ بقولك ماما مصممه تجوزني سلامه. مبروك. اخصى عليك وقدرت تنطقها يا حبيبتي. الانسان عبد لظروفه. في ايدك تخلصني من عذابي. الفرح لسه الخميس اللي جاي. هعمل ايه يعني؟ ابن عم غني وانا مش قده. انا هصمم عليك بس انت تقدم. يا حبيبتي صدقيني انا ما عنديش اللي يغطي مصاريف الجواز. يعني لزمنا فرح وعفش وشقه، ودي مصاريف كتير عليا قوي دلوقتي. نقعد مع ماما ونفرش اوضه النوم. هي هتعمل كده مع سلامه. نقعد معاها وخلي الحكايه دي عليا انا، واذا كان على الفلوس سبق وقلت لك افك الوديعه. انت بتقولي ايه؟ انا بحبك يا علي. انا كمان بحبك يا الهام. احساسي لو لحظه واحده انك هتتجوزي واحد تاني، ده احساس بيذبحني. أنا مستعد أكتب لها القهوة والكافتيريا وبس أتجوزها. صفية هانم؟ صفية هانم مين قال أنت؟ أنا قصدي على إلهام، الوردة المفتحة القطقوطة اللي لما شمها هترجعها للشباب. أنت تتجوز إلهام؟ أظن بقى ما تنفعش يا معلم. ما تنفعش ليه يا غراب البيت؟ يا عم ده أنت متجوز أربعة. ويعني؟ ما أنا بستطعم. إذا لازم رام أطلع واحدة وأتجوزها، ولو حتى أطلع الأربعة. مش احسن من الواد علي الصناديقي ده هيتجوزها ولف عليها ولف على دماغها لحد ما هيوقعها؟ الله حبيبي. الله 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 الله. يلا هو جرى له ايه؟ والله ما انا عارف يا معلم. جرى لك انت يا متروس؟ ما هو يا معلم متشد بس انت يا عم. اديني واحده في الجنب. لو ما بعتش عن طريقها انا هخلص عليك. مين ده؟ هي كلمة واحدة. هي مين دي اللي انا ابعد عنها؟ انت عارف انا بتكلم عن مين؟ بنت الاصول البريئة اللي مش فاهمة لعيبك. يبقى انت بقى عفيفي. ايوه عفيفي يا ابليس يا اللي بتضحك على بنات الناس. انا مش هسيبك الا لما اسيح دمك. بالراحة بالراحة بالراحة. لا يجيلك زغطة بوب.
انا مش هسيبك، انا هسيح دمك. انت ما بتحبش حد، ما بتحبش الا نفسك. ايه ده؟ مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا سلام. مالك يا حبيبتي؟ عندي صداع. تاخدي صداع موز. مين؟ المعلم؟ والله ما عرفتك، ايه اللي مشلفطك كده؟ مش عارف ايه؟ انت مش انت السبب؟ مين غيرك يعرف عشان يروح يفتن عند نسوان الاربعه ويقول لهم ان انا هطلع واحده منهم عشان اتجوز واحده انقع منهم كلهم؟ يا معلم الحيطان لي هودان يعني. يا عم الحيطان لي هودان، حرام عليك، ده رجال الجيران خلصوني من ايديهم، كان زمان دلوقتي على نقالة زي ما حوديك على نقالة. حرام عليك يا معلم، كفاية. أبوس إيدك بقى. تبوس إيدي؟ تبوس إيدي فين؟ مش فاضل غير صباعين، هتبوس فين؟ تعرف يالا وربنا وربنا هشردك في كل الشوارع. إيه رأيك بقى من الليلة دي بعد ما تخلص شغلك تروح تدور لك على حتة تاوليك وتنام فيها؟ حرام عليك يا معلم، يرضيك يا بتاع الرصيف. أيوة أرضيني، وتبات تحت الرصيف كمان يالا. طب وايه الحاجات الحلوه اللي انت بعتها دي كلها؟ طبعا يا حبيبتي،
مش احنا في شهر العسل؟ يبقى لازم كل حاجه تبقى عسل، وانت اعسل من العسل يا عسل. وان شاء الله حياتنا كلها هتبقى شهر عسل. سلامة. ماما وحشتني قوي، وانا مش متعودة ابعد عنها الوقت ده كله. اه والله، ده انا كمان وحشتني حماتي. اه بقى هي برضه اللي وحشتك ولا اكلها اللي وحشك؟ لا 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 لا، والله العظيم انت ظلمان. انا حقيقة بحب الاكل ما انكرش، بس بحبك انت. طب يلا يلا بقى اطلع بسرعة عشان تغير هدومك ونلحق نروح لها. يلا بينا. يلا استنيني. كده يا سعفيفي، لقمة كده على مقاسم يعني تفضل خيرك. كفاية جميلك عليا، رحمتني من النوم على الرصيف. صراحة بقى أنا اللي فتنت على المعلم لنسوانه الأربعة. يلا بسم الله. عشان اطمن عليك، هو انا اقدر اتاخر عليكي يا ست الكل؟ البيت من غيركم كان هو طبعا، ومن غير انا بالذات يا حبيبتي. يا ساتر يا رب، هو انت لازم تتريق على كل حاجه حتى على نفسك؟ عارفين يا حبيبتي انا لو ما ضحكتش ابوك تفرقع. ايه رايك يا حبيبه امها؟ ايه رايك في سلامة؟ يمكن زي ما قلت يا ماما، الحب بيجي بعد الجواز. قفل الشباك. منه لله منه لله. اهلا وسهلا يا هاني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. لو سمحت انا عايزه بجامات حرير علشان جوزي. يا سلام، ده المحل كله تحت امرك يا هاني. ميرسي قوي. انت؟ ايوه. افندم تعالى فرجني على البيجامات الحرير اللي عندكم. حاضر يا فندم. فرج الهانم على البضاعه الجديده اللي نزلت. حاضر يا فندم. اتفضلي يا فندم. احلويتي يا الهام، وحشتيني يا حبيبتي. حبيبتك في عينك قطع لسانك. حموتك؟ احترم نفسك يا قليل الادب. لا 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 لا، ايه الحكايه؟
انت جايه مدخنه ولا ايه؟ انت لسه شفت حاجه؟ اما مرمطتك يا سهن يا غدار. ما بقاش انا الهام. الله الله الله، ده حب بقى. حب؟ ده انا ضفر جوزي برقبه 10 من عينتك. اتطلقي منه يا بت وانا اتجوزك. ده كان زمان بقى. انا سيب جوزي اللي اداني حياته وكتب لي كل امواله علشانك انت. يعني بقيتي مليونيره بس بتحبين انا. اتفضل شوف شغلك يا بياع البيجامات. حاضر. وريني دي. حاضر. اتفضلي. ايه ده؟ ايه اللون البلدي ده؟ جرايه الهام. الهام هانم من فضلك. شوف لي البيجامه اللي فوق دي. حاضر. حاضر. دي؟ ما دي زي دي. وريني اللي فوق ده. حاضر. ده ها؟ مفيش حاجة فوقيه. ده آخر حاجة. يعني ده آخر حاجة، مفيش حاجة فوق. أخي لون وحش قوي. هات اللي بعده. أنا فهمت طلبك. هركز معاكي خالص. كل الحاجات اللي أنت عاوزاها هجيبها لك. برضه مش حلو. أصل جوزي غالي عليا جدا. راجل يتحبب صحيح، راجل بحق وحقيق. حاكم الأيام دي مش كل من لابس قميص وبنطلون. أعراض. حاجة. بس لازم تجيبوا موظفين احسن من كده. ده لو عايز تحافظ على سمعة المحل بتاعك. كنت فين يا حبيبة قلبي؟ جبت لك حتة حرير فرنساوي. انما اتجنن. اكيد تجنن مدام على ذوق. وانا كمان بقى جايب لك حاجة ان شاء الله هتعجبك. تجنن. تسلم ايديك يا سلام. مبروك عليك يا ايهاب. ميرسي يا ماما. انا بقى هروح احضر لكم الغدا. عامله لك مفاجاه. ايه؟ ايه؟ بط دمياطي وورق عنب. الله الله الله، ربنا يخليك ليا يا حماتي ويخلي لي بنتك. ايدك يا حياتي. حلوة قوي يا سلام. ربنا يخليك لي. انا طالعة قلت عشان استريح. اتفضلي يا روحي. حتى بالنهار بيقفل الشباك، مش مكفيه بالليل كمان بالنهار. عجيبها في ايه؟ عجيبها في ايه بس؟ عفيفي. صباح الخير. صباح النور. هو النبي يا اخويا مش وصى على سابع جار؟ وانت جاري وعزب مش عارفه ليه، مع ان الف من تتمناك. لا ده انا عامله لك طبق محشي هتاكل صوابعك وراه، وكمان معاه فته بالدمع والثوم. والنبي ما تكسب بخاطري يا سي عفيفي. يا اخويا ده انت غالي عندي قوي من قبل ما اتجوز، وغلاوتك زادت في قلبي قوي قوي من بعد ما اتطلقت. بس انا ماليش لا في المحشي ولا في الدمعه. هو مالوش في المحشي ولا في الدمعه، بس انا بقى ليا فيهم. اخص عليك يا سي عفيفي، يهون عليك برضو تكسفني. هتكسفها برضو يا سي عفيفي. امسك بقى. بس انا ماليش في المحشي والدمعه. يا سيدي انا ليا فيهم. تسلم ايديك يا ست السنيه. تعيش يا سي بيضه، عن اذنكم. مع السلامه. اجي اوصلك. تسلم يا اخويا وتعيش. شايلك لعوزه. الله، انت مش هتاكل معايا ولا ايه؟ ومين ليه نفسي ياكل يا بيضه دلوقتي؟ يو بقى. وبعدين معاك. الله، تسلم ايديها. هي مين دي؟
سنية. سنية؟ حلوة أوي يا سعفيفي وغلبانة، وهي على قد يدك، ولو إنك لو اتجوزتها أنا اللي هضيع، مش هلاقي حتة أنام فيها. لا اطمن، أنا مش هتجوز خالص. ما لقيتش إلا أخت علي الصناديق عشان أتجوزها؟ أنا بحب ست الستات كلهم، هي كمان بتحبني، بس لسه مش حاسة بيه. وعشق الروح ملوش آخر، لكن عشق الجسد فاني. أيوة يا بيضة، عشق الجسد فاني. اهلا وسهلا يا هاني. اهلا اهلا. صباح الخير. صباح النور يا فندم. دقيقه واحده عندها العالي من فوق. لا 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 ملوش لزوم، انا المره دي جايه لك انت شخصيا. حضرتك عاوزاني انا شخصيا؟ ايوه. انا تحت امرك يا فندم، اتفضلي. ميرسي. قهوتك ايه يا فندم؟ مظبوطه. يا عبد الله قهوه مظبوط للهاني. انا تحت امرك يا فندم. خير؟ انا بقى جايه لحضرتك بخصوص المحل. موضوع المحل؟ مش انت عايز تبيع؟ انا جايه اشتري. أبيع إيه يا هاني؟ تبيع المحل. أنا أبيع المحل؟ أنا هدفع لك الفلوس كاش، بس بيني وبينك هنكتب العقد باسم علي. أبيع المحل؟ وكمان نكتبه باسم علي؟ مين اللي قال لحضرتك كده يا هاني؟ لما سمعت صوتك نزلت جري على طول. يا علي، أنت قلت للهاني إن أنا عاوز أبيع المحل؟ ها؟ محل؟ الله، انت مش خدت مني 10,000 جنيه عشان تدفعهم عربون؟ الحكايه فيها سوء تفاهم. وكمان خدت عربون 10,000 جنيه؟ ايه يا استاذ علي؟ انت بتنصب على الناس باسم المحل؟ ما تقول لي. لا، قول لي انا ايه الحكايه يا علي؟ ده اللي كنت عايزه مني؟ هو ده اللي كنت بتدور عليه؟ هو ده يا علي؟ استني بس يا حبيبتي، انا هفهمك على كل حاجه. انا كنت عاوز اتكلم معاه على رواقه، بس طب لو انت زعلانه على الفلوس انا ممكن ارجعهم لك. انت زعلانه؟ انا مش زعلانه على فلوس يا علي، انا زعلانه على نفسي. ايوه بس انا كنت عاوز افهمك حاجات كتير. انا مش عايزه افهم اي حاجه. اهم حاجه في الدنيا ان الانسان يشتري نفسه حتى لو خسر فلوسه كلها. عشان كده انا اللي كسبانه وانت اللي خسرت. خسرت كتير قوي يا علي. ايوه دودة، انا كنت عاوز افهمك حاجه. دودة. دودة. يا فندم حضرتك فهمني غلط. الموضوع باختصار، انا خدت منها الفلوس فعلا عشان اجيب لها بيهم شهادات استثمار، انما بيع المحل ده انا ما اعرفش عنه اي حاجه. اتفضل امشي من قدامي، مش عاوز اشوف وشك هنا تاني. يا فندم افهمني. يبقى تعالى خد حسابك اخر الشهر اذا كان ليك حساب. ايوه يا فندم. امشي من قدامي دلوقتي والا ابلغ فيك النيابه. اتفضل. مالك يا إلهام؟ مش طبيعية ليه؟ مش عارفة. يا ساتر يا رب. في إيه يا ماما؟ لا أبدا ولا حاجة.
الرحمن الرحيم. انت سمعت حاجه؟ ده صوت الكلاب في الجنينه. ما تيجي تاكل لك لقمه قبل ما تنام؟ ماليش نفس اكل. الله يكون في عونك يا سعفيفي وفي عون انا كمان. صدق اللي قال الحب في القلب زي عضه الكلب. سيبني في حالي يا اخي، سيبني، مش عايز اسمع اي صوت. وما تصحنيش الصبح، مش رايح الشغل، تعبان. ولا دقيقة واحدة من ساعة الحادثة الفظيعة دي. هو صعبان عليا يا بنتي اللي لسه راجعة من شهر العسل. سلامة قريبنا قبل ما يبقى جوز بنتي. عمره ما أذى حد. عمال أفكر مين اللي ممكن يأذيه لغاية ما خطر على بالي واحد. واحد؟ مين؟ أرجوك اتكلمي. إن بعض الظن إثم ولا يعلم ما بالصدور إلا الله. لكن أنا حسيت إن من واجبي إني أجي أقول لحضرتك. طبعاً من واجبك يا صفية هانم. حتى لو كان مجرد شكوك. في واحد اسمه عفيفي ساكن في اوضه فوق جراج الفيلا. ايوه. كان جه مره طلب ايد الهام بنتي للجواز وطبعا رفضناه. تفتكري ان كل واحد ترفضه واحده للجواز يروح يقتل اللي اتجوزته؟ لا طبعا. بس انا يعني قصدي اقول لحضرتك انا لاحظت ان تصرفاته غريبه زي ما يكون مجنون. وطبعا هو انسان على قد حاله. ممكن يكون ارتكب الجريمه بقصد السرقه. طبعا ان بعض الظن اثم. لكن انا حبيت احط الصوره واضحه قدام حضرتك وربنا يسامحني على اي حاجه. بالعكس انا متشكر انك تعبت نفسك وجيتي لحد هنا. وعلى كل حال احنا هنعمل التحريات اللازمه. انا متشكره جدا يا فندم. وانا بشكرك مره ثانيه. وصلني بالنيابة العامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب هم الفائزون صدق الله العظيم.
الفاتحة. انا نفسي اعرف بقى ايه اللي مضايقك علي. علي الصناديق ايه اللي جابه؟ ايه اللي جابه عادي، زي ما انت رحت تعزي هو كمان راح يعزي. الناس كلها عزت ومشيت وهو لسه قاعد. ارجوك يا هاني تتمالكي اعصابك شويه عشان نقدر نكمل التحقيق. المجني عليه، قصدي المرحوم جوزك، كان له اعداء؟ معرفش. ما تعرفيش إذا كان في حد بينه وبين المرحوم جوزك عداوة لدرجة إنه يقتله؟ المرحوم كان بيحب الناس، كان بيحب الفرفشة، ما افتكرش إن واحد زي ده يكون ليه أعداء. قولي لي يا إلهام هاني، جوزك كان عنده فلوس قد إيه؟ كان راجل غني مش كده؟ كان عنده فلوس وأملاك كتير. هو له وريث غيرك؟ لا، ده حتى كتب كل حاجة باسمي من ساعة ما اتجوزنا. تقدر حضرتك تقولي لي كان معاه قد ايه فلوس في محفظته يوم الحادثة؟ هو كان دايما بيشيل معاه فلوس كتير، كان بيقول ما حدش عارف الظروف ايه، ويا ريته ما كان خد معاه المحفظة خالص. قولي لي يا إلهام هانم، تتهم حد بقتل جوزك؟ لا أبدا. حضرتك تعرف واحد اسمه عفيفي عبد الدايم الشرقاوي؟ عفيفي؟ ده اللي ساكن فوق الجراج. والدتك بتتهمه انه جايز يكون القاتل. الله اعلم، بس ما افتكرش انه يقتل، ده راجل غلبان قوي. ما هو ساعات اللي نقول عليه غلبان ده يكون اشد من المجرم المسجل اجرام. يا بيضة الهدوم الأفاه اللي انت شجاعها دي، لايقه عليا يا معلم؟ لايقه عليك، لبس البوصة تبقى خلبوصة. يلا ايه النعمة اللي جات لك على غفلة دي يا لا لسه، هو انت لسه شفت حاجة؟ ايه ده؟ هو لسه فيها لسه؟ لسه ايه؟ لسه بقى لما الكنتورجي يعمل لي جوز الاجلاسيه. الله، هتلبس اجلاسيه في دماغك؟ يا عم دماغي مين؟ في رجلي. رجلك؟ بس انا هلا بتهيألي كده ان انت عامل عاملة ولا سارق سريقة. بطلوا بقى نق وبحلاقة بقى، يا ساتر، هي الكحكة في ايد اليتيم عجبه. ايوه جاي. البقية في حياتك يا ست صفية. شدي حيلك يا إلهام هانم. شكرا. الموت علينا حق. على فكرة أنا ممكن أساعدكم في مسألة المعاش بصفتي موظف حكومة، يعني لو عاوزين أي شهادة إدارية من اتنين موظفين وعليها الختم أنا تحت أمرك. معاش إيه؟ ده جوزها كان تاجر قد الدنيا ومعارفه كتير. مين ده اللي فكر في المعاش دلوقتي؟ صباح الخير. صباح الخير يا استاذ علي. قلبي عندك يا الهام. هنعمل ايه بقى؟ ربنا موجود. امال فين المحامي اللي قلت عليه؟ زمان واقف مستني قدام المحكمه. اتفضلوا. التاكسي مستني. على الناس الكويسة. أنا جبت لك معايا 2 كيلو كباب، هتاكل صوابعك وراهم. استنى ما تفتحش، لازم أعرف تمن الأكل ده جبته منين وإزاي. ما تسألش ومد إيدك. يلا بسم الله. دي أرزاق يا سعفيفي. ملك ومنظمه سيدك. اوعى تكون بتسرق من الزباين بيضه. عيب يا عفيفي، سبحانه يرزق من يشاء ويذل من يشاء.
وايه الجلابيه الحرير دي؟ رزق برضو؟ الله 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 الله، احنا هننق ولا ايه؟ بس ايه رايك؟ مش كده زي المعلمين برضو ولا ايه؟ ولا احنا اقل منها يعني؟ انما انت مره واحده شاري اربع جلاليب جداد، وكل يوم يا لحمه يا فراخ يا كباب، بتجيب ده كله منين؟ صارحني ارجوك. سبحان ربك بيرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. مين؟ وليد افتح الباب. يا ساتر يا رب. انت عارف الشناوي؟ ايوه يا فندم. اصلا اهو مش المكان كله. لا خليك انت بره، تفتش بره. هو في ايه يا سعاده الباشا؟ دلوقتي هتعرف كل حاجه. اوعى كده. ايه ايه حاسب حاسب تعمل ايه يا جدع انت؟ ايه الفلوس دي يا فندم؟ دي فلوسي بتاعتي انا حاططها تحت دماغي، انا بنام هنا حتى اسال سعفيفي. اتفضل يا فندم. وانت مين؟ انا بيضه الاهواجي يا بيه. ماشي يا صبيده، عرفنا انها فلوسك، جبتها منين؟ اظن هتقولي من البقشيش. سيادتك مش من حقك تقتحم بيتي بالاسلوب ده، انا موظف محترم. طيب يا محترم ما تقلقش، انا معايا اذن من النيابه من التفتيش. تمام يا فندم، هنا دي جنب الاوضه بره يا فندم. المحفظه دي بتاعتك؟ ولا عمري شفتها. بتاعتك انت يا صبيده؟ من فضلك انا لازم افهم انت بتفتش بيتي ليه؟ انا مواطن محترم ولي حقوق ولازم اعرف ايه السبب. انت متهم بقتل سلامه شوكت عبد الغني. انا في النيابه هتعرف كل حاجه، هقبض عليه وهات الواد ده كمان معاه. ليه يا بيه؟ حصل ايه؟ هو في ايه؟ اقعد يا عفيفي. اسمك ايه بالكامل؟ عفيفي عبد الدايم الشرقاوي. انت مش شرقاوي يا عفيفي؟ لا يا سعاده البيه، انا من كفر داوود بحيره بس نائب الشرقاوي. عندك كم سنه يا عفيفي؟ 36 سنه. فين بطاقتك؟ بتشتغل ايه يا عفيفي وساكن فين؟ بشتغل في وزاره الري على الدرجه الثالثه الكتابيه، وساكن في شارع الزهور في الهرم. كنت فين يوم السبت 24 الشهر الحالي بعد الساعة 12 يا عفيفي؟ في أوضتي نايم يا سعادة البيه، وجه بيضة نام معايا من ساعة المعلم ما منعه يبات في القهوة بيبات عندي. إيه حكاية الفلوس اللي لقيناها عندك في الأوضة؟ والله بيه ما أعرف عنها أي حاجة لغاية البوليس ما طلعها من تحت المرتبة اللي بينام عليها بيضة. معقولة يا عفيفي؟ معقولة ما تعرفش عنها حاجة؟ قول الصراحة يا عفيفي وإلا هحبسك لغاية ما تقول الحقيقة. أنا ما بكذبش، أنا ما بحبش الكذب، إن شاء الله يكون على رقبتي. تعرف المحفظة دي؟ لا يا بيه. أمال لقيناها جنب أوضتك إزاي يا عفيفي؟ أنت مش عارف إنها بتاعت القتيل؟ لا والله يا سعادة البيه. أنتوا قسمتوا الفلوس أنت وبيضة بعد ما قتلتوا سلامة يا عفيفي. يا نهار أسود، لا والله يا سعادة البيه، أنا ما أعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص غير لما سمعتهم بيصوتوا بيقولوا سلامة اتقتل. قلتلي يا عفيفي قلتلي. ايه علاقتك بسلامة؟ معرفش عنه حاجة غير انه اتجوز الهام. قولي يا عفيفي ايه علاقتك بالهام؟ ابدا يا بيه ولا حاجة، ده احنا جيران. حصل انك اتقدمت لها قبل كده للجواز ورفضوك؟ حصل يا بيه. عشان كده انت قتلته وخدت فلوسه عشان تنتقم منها. لا يا سعادة البيه، أنا مش بتاع الحاجات دي. أنا ما أقدرش أذي إلهام ولا أي حد من طرفها. أنت بتحبها يا عفيفي؟ إنما يا عفيفي إيه حكاية الواد ده معاك؟ اتكلم يا عفيفي أحسن لك. كنت ملاحظ إن الفلوس جريت في إيده، وإنه بيجيب لنا كباب وكفتة كل يوم، وبيلبس جلاليب جديدة. ما سألتوش عفيفي جاب الفلوس منين؟ سألته يا سعادة البيه، قال لي ده رزق، وقال لي ما تنقش عليا، بس ده واد غلبان يا سعادة البيه وملوش في حاجة. اتكلم وجاوب على قد السؤال. حاضر يا بيه. ليلة الحادث كان بايت معاك؟ أيوه. جه الساعة كام يا عفيفي؟ هو اتعشى وبعدين نمنا،
ولما صحيت ما لقيتوش، اصل هو بينزل بدري علشان يفتح القهوه، ولما صحيت وخرجت عرفت ان سلامة اتقتل. طب انا هفرج عنك دلوقتي يا عفيفي بضمان وظيفتك، ولما عوزك تجيلي، فاهم يا عفيفي؟ اديني بطاقته، يا اما اعمل لك امر ضبط واحضار واخلي المباحث تجيبك لغايه عندي واحبسك. تحت امرك يا سعاده البيه. يعني روح. مع السلامه يا عفيفي. الله يكرمك يا سعاده البيه، وانا تحت امرك في اي حاجه. سلام عليكم. كده برضو يا بيضة؟ آخرتها تقتل يا بيضة؟ مظلوم يا سعفيفي، وربنا المعبود ما قتلت حد، أنا مش داخل نايم ليلتها قدامك؟ أيوة أنت استغفلتني، ولما اطمنت إن أنا نمت خرجت وعملت عملتك. طيب هات مصحف أحلف لك عليه. كل اللي حصل يا سعفيفي إن أنا اتعشيت وطلعت بره عشان أشرب من القلة، لقيت محفظة لا مؤاخذة مرمية على الأرض، وطيت جبتها لقيتها معبية فلوس، بصراحة ربنا طمعت فيها، خدت الفلوس وطلعت المحفظة. يعني فلوس سلامة ومحفظته هتيجي في إيدك من الباب للطاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب وحياة من جمعنا السعادة ده اللي حصل. وأنت خبيت عليا ليه؟ وقعدت تقول لي الهاجع والناجع والصرصور وابنه دي. ما أنا خفت لما تصدقنيش يا سعفيفي. أرجوك ما تسيبنيش يا سعفيفي. ما تسيبونيش كلكم. ربنا فوق الجميع يا بيضة. ونعم بالله. ما تخافش على بيضة. في بلدنا دي مسير الحق بات. وانا مش هفرط فيك، انا معاك. الله يكرمك يا معلم، هو ده العشب برضه، ويتقطع لساني لو غلطت فيك تاني. مش قلت لك بطل الخصله البطاله بتاعتك دي؟ مش انت اللي فتنت عليا؟ اهي بقى الفتنه اشد من القتل. مين عفيف يا فندم؟ مظلوم والله العظيم يا بيه، والله مظلوم يا بيه، ده انا غلبان ومش غلبان حياتي يا بيه، ده انا ما اقدرش اسمح فالك حتى والله العظيم. تعالى يا بيه. انا عايزك تكلمني بصراحه يا بيه. ايوه يا بيه، تحت امرك. الكذب خيبه برضه. انا عاوزك تقول لي الحقيقه يا بيه، وانا هقف جنبك وقفه راجل ومش هحطك في الحجز. ولا انت عايز تتحبس يا بيه؟ لا يا بيه، انا في عرضك. جبت الفلوس دي منين؟ مش بتاعتي يا بيه. كذاب. انت قلت لظابط المباحث انها فلوسك، واتخانقت مع العسكري اللي لقاها. انت بتطلع لك بكام كده في الشهر يا بيه؟ انا يا بيه باخد من المعلم 80 جنيه وبطلع عندهم من البقشيش. يعني 160 في الشهر، قول 200 جنيه خليها علينا احنا يا بيه. ايوه يا بيه. دول يعني شيوك ويخلوك تجيب جلاليب حرير وتحوش كمان منهم 1600 جنيه. كنت فين الساعة 2 بعد نص الليل؟ كنت نايم عند السعفيفي، ما انا يا بيه بنام عنده بعد ما المعلم منعني ابات في القهوة. يا ترى تعرف دي بتاعت مين؟ لا يا بيه معرفش. لا 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 يا بيضة، ما تزعلنيش منك. أنت عارف إنها بتاعت القتيل ولقيناها جنب الأوضة اللي بتنام فيها أنت وعفيفي. الصراحة يا بيه أنا لقيتها جنب أوضة السعفيفي وأنا طالع أشرب من القلة. نزلت من السما يعني؟ طب ما دورتش على صاحبها ليه؟ طمع يا بيه، قلت رزق وجالي افك بيه الزنقه اللي انا فيها. انت متهم انك قتلت سلامه شاكر عبد التواب عشان تسرق محفظته مع سبق الاصرار والترصد. عارف دي عقوبتها يا بيضه؟ الاعدام. انا بريء يا بيه، ده انا كنت نايم في اوضه سعفيفي طول الليل والله يا بيه. يحبس 4 ايام على ذمه التحقيق على ان يراعى التجديد في ميعاده. تعالى عسكري احطه في السجن. انتوا كنتوا فين؟ انا قلقت عليكم. انا رحت النيابه قالوا لي اللي انتوا جيتوا على البيت. خير؟ طمنيني، ايه اللي حصل؟ النيابه اتهمت بيضه، هو اللي قتل سلامه عشان يسرق محفظته. بيضه؟ مش ممكن. زي ماما بتقول لك كده، انا كمان مش قادره اصدق ان بيضه يعمل حاجه زي دي. ايوه بيضه ولا عفيفي؟ عفيفي ملوش دعوه، والنيابه افرجت عنه. نصيبه بقى. بيضه عفيفي مش هتفرق. المهم ان هم قبضوا على القاتل. الحمد لله الحمد لله. الهام، تصدق وتامن بالله انا حياتي من غيرك ملهاش اي طعم.
وعاوزنا اصدقك تاني يا علي. وما تصدقنيش ليه؟ بس انا خايف اقول لك اللي في قلبي. انا عارفه اللي في قلبك كويس قوي. انت مش بتاع جواز. انت بتاع صرمحه وتسالي وبس. لا لا انا ظروفي صحيح كانت وحشه. الحال كان بطال معايا. بس انا خايف لا تقولي عليا ان انا طمعان في مراسك. مش انا اللي الفلوس تغيرت. بس انا ليا شرط. شرط؟ اه مراسك ده انا ماليش صالح بيه. وتعيشي معايا على قدي بفلوسي من تعبي وشقايا. قلتي ايه؟ دول ستات غلبانات وارامل. ومسألة إن الواد علي الصناديقي كل شوية نط لهم في البيت دي مسألة أنا دمي حامي ما يتسكتش عليها أبدا. أيوه المعلم بيتكلم جد وكلامه مظبوط. علي الصناديقي ما يقرب لهمش ولا يمط لهم بأي صلة. يبقى ليه يطلع لهم كل يوم الجاي؟ يا إخوانا الكلام ده لو كانت إلهام قاعدة لوحدها، لكن دي معاها والدتها. ولا برضه إحنا لازم ناخد موقف. المهم هنعمل إيه في مشكلة الواد دي ده؟ تفتكر يا معلم انه فعلا قتل سلامه؟ شوف بقى بصراحه الواد بيضه ده واد لسانه زالف وطويل وغتت وغبب، انما حته انه يقتل دي بيضه اتسلق فيها. انا برضو حاسس انه مظلوم. انا رايي ان احنا نجمع من بعض كل واحد حاجه ونوكل له محل. انا اول واحد رقبتي سداده مني 100 جنيه وانا زيهم. وانا محوش 50 جنيه حتى احمد. يا استاذ عفيفي بيضه موقفه في غايه السوء، لكن في حاجه في صالحه وهو انتفاء الركن المادي وعدم عثور البوليس على اداه الجريمه. وفي النهايه التوفيق من عند الله. انا يا فندم مستعد اشهد ان بيضه كان بايت عندي ليله الحادث. وانا اهب الاستعداد ان اشهد اقول ان الواد ده رغم ان لسانه سالف انما ما قتلش. على العموم القضيه لسه في النيابه وانا هطلب الاطلاع عليه. شوفي مين يا الهام. مساء الخير. تعالي يا ماما. علي اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. النهارده 12 في الشهر، وطبعا لسه ما لميتوش الايجار من العمارتين، عماره عماد الدين وعماره المهندسين. انا على فكره جبت لكم دفتر الايصالات اهو، ناقص بقى اسامي السكان. وطبعا الهام، قصدي مدام الهام، مش معقوله تروح تتكلم مع السكان لوحدها، لازم لها يعني حد يقف معاها، راجل. وانا تحت امرها. تشرب قهوه يا استاذ علي؟ انت بتشربها زياده مش كده؟ ربنا ما يحرمنيش منك. انا هعملها لك بنفسي. الهام انا عاوز اقول لك كلام كتير قوي، بس خايف لا تفهميني غلط. هتقول ايه يا علي؟ ياما قلنا زمان. انا عمري ما بطلت احبك ولا دقيقه واحده، وكان قلبي بيتقطع لما اتجوزت حد غيري. وسبتني اتجوز ليه؟ كان متهيألي ان مفيش حد هيقدر ياخدك مني، لكن الظروف. ايوه ربنا هو اللي بيعمل كل شيء. لا انا عايز اقف جنبك واساعدك واعوضك عن الايام السوداء اللي مريتي بيها. انا ماليش حياه من غيرك يا الهام. بعد ايه بقى يا علي؟ انا حياتي انتهت خلاص. ما تقوليش كده، احنا حياتنا هتبتدي مع بعض. انا كان في غشاوه على عيني واتشالت. اليومين دول يا الهام خلوني اقرب منك قوي يا حبيبتي. اديني فرصه واحده بس. انا عاوز اساعدك. أنا عملت لنفسي قهوة معاك.
تسلم ايديكي. على اذنكم. مدام صفية، أنا حاسس إن أنا بقيت واحد منكم. طبعا يا أستاذ علي، إحنا بقينا زي الأهل. اسمحي لي بقى، أنا مش عايز أبقى زي الأهل، أنا عايز أبقى أهل بحق وحقيقي. يعني إيه؟ يعني عايز أخلي إلهام في نن عيني، مش إلهام وبس، لأ، مامة إلهام كمان. الحقيقة هانم، أنتوا اتظلمتوا كتير قوي. ايوه. يا ترى تقبليني اكون عريس لإلهام؟ شوف يا علي، انت راجل وقفت معانا وقت الشده، لكن كل شيء باوانه، لسه بدري قوي على الكلام ده. السيوله يا فندم لحد يوم الوفاه 220,000 جنيه، خلاف الاسهم والسندات، وانا عملت لسيادتك بيان بيه. أستاذ فهمي، الأستاذ علي هينوب عني وهيبقى هو المسؤول عن كل حاجة. أهلا وسهلا. متشكر، وأنا بإذن الله بكرة هكون عندك هنا عشان أراجع كل حاجة سوا. تشرف يا فندم، وإحنا في انتظار سيادتك. سيدي ما تدقش. هو في فرح ولا ايه؟ وبعدين عفيف يا فندم، ما قلت لك اشتري دماغك وما تدقش. بس انا يعني مش شايف لا انوار ولا اي حاجه. انت ايه حكايتك بقى؟ شوف انا هقول لك عشان اريحك. زي ما تقول حضرتك كده ان العريس الجديد ما حبش يعمل ليله عشان الله يرحمه اللي توكل على العريس القديم لسه دمه ما نشافش في تربته. عريس مين وعروس مين؟ العريس الواد علي الصناديق والهام، مش قلت لك؟ ما صدقتش نفسي يا سي عفيفي وانت بتقول يا اخويا انك عايز تقابلني. عندي كلام مهم قوي عاوز اقوله لك وما اقدرش اقوله لحد غيرك. يا لهوي بالي، ما انت بتعرف يا اخويا تقول كلام حلو اهو. انا قول يا اخويا، قول انا سامعاك. انا كنت عايز ادردش معاكي، يعني ناخد وندي مع بعض في الكلام يعني. وماله يا سي عفيفي، دردش يا عينيا، وهو احنا ورانا ايه؟ كنت عايز اسالك يعني ايه ظروف جواز اخوك علي من الهام؟ اخص عليك يا سي عفيفي، بقى جايبني يا اخويا على ملا وشي عشان تسألني برضو على جواز علي وإلهام. يعني عايز أعرف هما اتجوزوا إزاي؟ زي الناس، ما هم كانوا بيحبوا بعض من قبل ما تتجوز سلام، زي إحنا ما بنحب بعض كده. أيوة طبعا فعلا، ما أنا أكتر من مرة شفتهم بيقابلوا بعض. زي ما إحنا كده بنقابل بعض يا سي عفيفي. طب ليه ما اتجوزهاش قبل ما تتجوز سلامة؟ أنا مروحة. أنا بس كنت عايز أفهم إيه وبتاع إيه بقى؟ يا مدام سنية هانم. هي زعلت ليه؟ Thank you.
علي القاتل، مفيش غيره، علي القاتل. المحترم القاتل علي، رأيتك وأنت تقتل سلامة، رأيتك وأنت تسرق محفظته، حبلغ عنك السلطات، هتموت هوديك في داهية، هتتشنق هتتعلق على حبل المشنقة، امضاء عفيفي. هنكمل بكره، باي. والجواب ده بعته انت؟ وش راح 60 لون ساعة ما قرا الجواب، وأمن طور ومشي. أنا متأكد إنكم لو ما لحقتوهوش هيهرب. علي الصناديقي هو اللي قتل سلام عشان يتجوز إلهام. عايز أصدقك عشان سعادتك حلمت ولا تخيلت؟ معنى كده إن إلهام متفق معاه؟ لا، الهام مش ممكن تعمل كده. طب وعلي يعمل كده ليه؟ لانه انسان خسيس بيحب نفسه وضحك على الهام عشان يتجوزها. ده مش دافع لانه يقتل سلام. صدقني هو القاتل الحقيقي، ما تدلوش فرصه يهرب بعد ما قرا الجواب بتاعه. على العموم احنا متشكرين قوي يا استاذ عفيفي. اتفضل، مع السلامه. مع السلامه، احنا هنعمل اللازم. طيب حاضر حاضر حاضر. عن اذنك. الو، ايوه اديني النيابه العامه. ماما يا ماما، ماما خير يا حبيبتي؟ مالك؟ الحقيني يا ماما، مصيبه. في ايه اللي حصل؟ ايه؟ رحت البنك اصرف فلوس الشهر، اكتشفت ان انا رصيدي صفر يا ماما. علي سحب كل الرصيد بالتوكيل. وانا اللي كنت ناوي اخبي عليك الخبر الاسود اللي عرفته. خبر ايه؟ عرفتي ايه تاني؟ عديت على بواب العماره، حصل منه ايجار الشقه، اتاري به جوزك باع العماره وقبض ثمنها كمان. ندل الجبان، يا عيني عليا وعلى بختي. انا كنت عملت بس ايه في حياتي يا ربي عشان يجرى لي كل ده؟ علشان يا حبيبتي نصيبنا كده، مين عارف كان هيحصل لنا ايه؟ يعني هيحصل ايه تاني؟ في ايه اكتر من كده يا ماما؟ مش يمكن لو ما كانش معاه توكيل كان موتك عشان ياخد الفلوس؟ يا ريتني اموت يا ماما، يا ريتني اموت واخلص من حياتي دي. ما تقوليش كده يا حبيبتي، حرام. كفايه انك قدامي بصحتك، انت عندي بالدنيا كلها، دي فلوس الدنيا ما تساويش ضفر رجلي. معلش يا حبيبتي، ربنا موجود.
في ايه؟ ده خيال المباحث يا استاذ عفيفي، لان لو في احتمال بنسبه 1 في المليون ان الكلام اللي انت كتبته في الجواب ده صحيح، كان لازم علي يخلص منك لانك الشاهد الوحيد على جريمته. عشان كده حطيناكم انتوا الاثنين تحت المراقبه. لا حضره الضابط، انا ما قتلتش السلامه. انتوا ايه؟ عاوزين تلبسوني تهمه وخلاص، انا بريء بريء. علي امشي معايا بهدوء، وكل اللي انت عايز تقوله قوله في المحضر قدامي. حبيبي يا ريت تلبس وتحصلنا. حاضر. تمام يا فندم. مبروك يا بيرو. فك الحديد من ايده عسكري. مبروك يا بيرو. نفدت من جنينة الأكل؟ لا مش كده وبس، من حبل المشنقة كمان. الله يعمر بيتك يا بيه، يا أنت كريم يا رب. مش قلت لك يا بيه إن الحق مصيره يبان؟ الحمد لله الحمد لله. حط الحديد في إيديه تاني يا عسكري. الله، ليه يا بيه؟ ليه بس؟ مش ربنا ظهر الحق والحمد لله، في إيه تاني؟ أنت ربنا كرمك ونفدت من جريمة القتل يا بيه، بس ما تنساش إنك حرامي. حرامي؟ الفلوس اللي خدتها من المحفظة مش بتاعتك، سرقتها وانت معترف بكده، تبقى حرام يا بيضة. ايوه يا بيه، بس انا هفرج عنك بكفالة يا بيضة 200 جنيه لغاية ما تتحدد لك جلسة في المحكمة. هتتحبس بيهم طبعا، مش هتدفعهم. ولا هتدفعهم من فلوس البقشيش يا بيضة؟ تعالى عسكري حطه في السجن. تمام يا فندم. على حالي ببكي وعلى حالي.